السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فس حلمك مع نسمة خاطر. النهاردة إن شاء الله هفسر رؤية قص الشعر في منام المرأة المتزوجة. هقولك إمتى الرؤية دي بتكون مبشرة، إذا الرؤية دي مبشرة. أيوة الرؤية دي مبشرة، بس بف يعني لازم يكون كده فيها تفاصيل معينة عشان تبقى مبشرة، وهقولك إمتى بتكون غير مبشرة، وهقولك إمتى بتكون تحذيرية، لأن في رؤية من رؤى تساقط الشعر بتكون دليل على امرأة تريد إن هي تاخد مكانك مع زوجك، إن هي عايزة بتحوم حوالين زوجك، عايزة تاخد مكانك أو عايزة تخرب لك حياتك. تمام، كل الرؤى دي هفسرها في الفيديو ده، وزي ما متعودين لو محتارين في تفسير اي رؤيه اشتركوا في القناه واكتبوا الرؤيه اللي انتوا عايزينها، وانا باذن الله هرد عليكم في نفس اليوم. وكمان ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. اول حاجه، المراه المتزوجه لما تشوف في منامها ان هي قصت شعرها في المنام وهي مش حزينه وهي مبسوطة في المنام ان هي قصت شعرها، فالرؤية دي ان شاء الله بتدل على الاستقرار في حياتها والسعادة القادمة بإذن الله. طب لو شافت ان هي قصت شعرها عشان شعرها كان متسخ، يعني مثلا شعرها كان متسخ في المنام وهي قصته، ولما قصته حست ان شعرها بقى نضيف في المنام، الرؤية دي بتدل على انتهاء المشاكل اللي في حياتها وحلول المشاكل وفك الكرب والحزن بإذن الله تبارك وتعالى. تمام، طيب المرأة المتزوجة لما تشوف ان في امرأة بتقص لها خصلة من شعرها وفعلا قصتها لها في المنام، فالرؤية دي للأسف بتكون دليل على امرأة تريد او عمالة بالفعل في الوقت ده بتحاول انها تحوم حوالين زوجك او تخرب لك حياتك او تاخده منك. ممكن يكون واحدة تعرفيها كويس قوي، وممكن تكون نفس السيدة اللي جت في المنام، بس مش دايما عشان بس ما ظلمش حد، بس يعني في كده في بعض كده الحالات المعينة بتكون هي دي نفس السيدة اللي انت شفتيها في الواقع. تمام، اما بقى رؤيه ان انت كان شعرك طويل قوي في المنام وقصتيه وبرده ما كنتيش حزينه، ركزوا في الجمله دي كويس قوي، الرؤيه دي بتكون دليل على كثره الذريه الصالحه ليكي في المستقبل باذن الله تعالى. يعني باذن الله هتجيبي اولاد كتير وهيكونوا ذريه صالحه، مش شرط اولاد، يعني انا قصدي اولاد وبنات في ذريه صالحه باذن الله، عيال كتير كده بالبلدي بمعنى اصح، باذن الله حد ربنا هيرزقك بيهم وهيكونوا ذريه صالحه باذن الله تعالى. طيب عايزه اقول لكم في بقى رؤيه كده في الاخر عايزه اقولها لكم، لو انت قصيتي شعرك في المنام بايدك وكنت حزينه جدا ان انت قصيتيه، للاسف الرؤيه دي بتكون دليل على قد ايه انت بتعاني من مشاكل ومن هموم في حياتك. تمام، طب لو شفتي انك قصيتي شعرك وبقى شكلك حلو جدا بعد ما قصيتيه، بصيتي لوشك كده في المرايه مثلا بعد ما قصيتي شعرك لقيتي ان شكلك بقى حلو قوي، فالرؤيه دي ان شاء الله بتدل على مناسبه سعيده او مناسبات سعيده قادمه هيجوا في حياتك باذن الله، حتى لو ما كنتيش انت ممكن يكون حد تبعك وانت هتحضريه وهتكوني مبسوطه جدا. زي ما قلت لكم لو محتارين في تفسير اي رؤيه اشتركوا في القناه واكتبوا الرؤيه اللي انتوا عايزينها وانا هرد عليكم في نفس اليوم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.